6409. شوف سبحان الله، الساعة 10 الصباح. سبحان الله العظيم، كنا مسيئ. اللهم الطف بالامس. شهدت منطقة القصيم موجة غبار شديدة تعرضت لها منذ صباح اليوم، أدت إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية التي قد تصل إلى أقل من كيلومتر واحد، وقد تأثرت غالبية قرى ومحافظات المنطقة بالإضافة إلى محافظة شجرة وسدير بهذه الرياح الشديدة التي تسببت في تدني الرؤية لسالكي الطرق بين هذه المحافظات وكذلك أيضا الطرق السريعة. مباشرة عبر الهاتف معي من القصيم زميل أحمد العثمان مراسل MBC. أحمد، يعني ما هو جديد الحالة المناخية حيث أنت؟ أهلا زميلي علي. نعم، شهدت مدينة بريدة والمحافظات المجاورة لها موجة غبار شديدة تعرضت لها منذ ليلة البارحة والتي اشتدت صباح هذا اليوم الجمعة، ولا تزال الرياح مستمرة حتى هذه اللحظة، مما أدت إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية والتي قد تصل إلى أقل من 1 كيلومتر. هذا وقد تأثرت أغلب قرى ومحافظات منطقة القصيم وكذلك محافظة الزلفي والمجمعة وسدير بهذه الرياح الشديدة والتي تسببت كذلك في تدني الرؤية لسالكي الطرق السريعة. وأعلنت أرصاد حماية البيئة عبر حسابها في تويتر في ساعات متأخرة من ليلة البارحة تحذيرا عن هذه الموجة التي من المتوقع أن تنتهي شدتها خلال الساعات القادمة. تسببت هذه الموجة بأكثر من 1000 حالة ضيق تنفس من أهالي المدن والقرى، قدمت لهم الرعاية الصحية الكاملة في مختلف مستشفيات الصحة بالقصيم، وحذرت الدفاع المدني المواطنين والمقيمين بعدم الخروج من المنازل إلا عند الضرورة، وكذلك بالابتعاد عن الأشجار الكبيرة وكذلك اللوحات الإعلامية خشية وقوعها لا قدر الله. طيب أحمد، يعني حتى التحذيرات كويس أنك أنت عقبت على التحذيرات في معرض حديثك، لكن الآن غالبية المستشفيات أكيد رفعت حالة التأهب تحسبا لتبعات هذه الموجة المناخية من الغبار، صحيح؟ صحيح نعم، وحتى استقبلت أكثر من 1000 حالة من ليلة البارحة ولا زالت متاهبين للقادم، ولكن حسب الأرصاد أنها بإذن الله ستنتهي هذه الموجة خلال الساعات القادمة. جيد، يعطيك العافية. طبعا عبر الهاتف من القصيم زميلنا أحمد العثمان مراسل MBC، شكرا لك. يوم الجمعة 28 سبتمبر، الآن الرؤية معدومة تماما، لا إله إلا الله.